مسجد الفاتح الفاحبي الجليل عقبة بن نافع سنة 63 للهجرة الموافق ل 682 ميلادي مع خيرة جيشه دفن وبني على قبره ضريح وأسس مسجد حمل اسمه. النجم القرن التاسع للهجرة وبعد قرن كامل من الزمن تم إنجاز حارة كاملة مقابلة للمسجد ثم بنيت عدة حارات أخرى وأصبحت تسمى سيدي عقبة. ووصف العلامة ابن خلدون هذا المسجد بأنه أشرف مزار في بقاع الأرض لما توفر فيه من عدد الشهداء والصحابة والتابعين. والملاحظ أنه لا توجد نصوص تاريخية تؤرخ لتأسيس المسجد وتفيد بتاريخ دقيق لبنائه. يقع مسجد عقبة بن نافع على بعد 18 كيلومتر جنوب شرق مدينة بسكرة، حيث يمر عليها الطريق الوطني رقم 38 على الجهة الشرقية. عرف المسجد عدة إصلاحات أفقدته معالمه الأصلية من القرن الرابع عشر هجري، ويصعب ذكر هذه الإصلاحات لعدم وجود نصوص تاريخية تثبت ذلك. فتحت حكم الأمير الزيري بن باديس من 454 للهجرة إلى غاية 1062 هجري، إضافة إلى وجود نص آخر بالمنبر نقل إلى جدار غرفة الضريح بجانب الباب في الجهة اليمنى، جاء فيه: يا واحد يا أحد، اغفر لعبدك اسمه محمد عبد الكبير التنسي. ويقال أنه جريت عليه ترميمات في المئذنة سنة 1160 للهجرة، وقد تم توزيع بيت الصلاة، كما جدد الضريح سنة 1215 للهجرة الموافق ل 2801 ميلادي. ويأخذ مسجد عقبة بن نافع شكلا غير منتظم، حيث يبلغ طول ضلعه 60 متر، أما عرضه 37 مترا، وهو يتكون من بيت للصلاة يتوسط المبنى وتحيط به من الجهات الثلاث الشمالية والغربية والشرقية. ويتقدم المسجد بيت للوضوء وعدد من الغرف الملحقة به، وتدخل المسجد من الباب الرئيسي الموجود بالناحية الجنوبية، عرضه 12 متر، وينقسم إلى أربعة مداخل صغيرة يفصل بينها ثلاث دعامات تحمل في أعلائها عقودا نصف دائرية الشكل. أما بيت الصلاة فتأخذ شكلا غير منظم، طول ضلعه 23 مترا، أما عرضه 22 متر، ويحتوي على سبع بلاطات عمودية على جدار المحراب. هذا ونجد اختفاء الصحن في المسجد، حيث تم تعويضه برواق من الناحية الشمالية والشرقية. أما الرواق الشمالي فهو عبارة عن مضلع غير منتظم، ويحتوي المسجد العديد من الملحقات كلها مستحدثة عدا غرفة الضريح التي سبق تأسيسها المسجد، وهي تشغل مساحة مقدرة ب 25 متر مربع. وفتح بجداره الجنوبي باب عرضه 3 أمتار يصل ببيت الصلاة، مع وجود 9 غرف أخرى أهمها غرفتين على يسار المحراب، والثانية بالركن الأيمن للجدار الجنوبي، وغرفة رابعة بجدار الضريح، إضافة إلى بيت الوضوء. تتقدم المسجد من ناحية الصلاة، وهي تنتمي إلى نمط المآذن الهرمية ذات القاعدة المربعة، يبلغ ارتفاعها حوالي 16 متر، ويبلغ طول ضلع القاعدة 5 أمتار، تراجع إلى 3.5 متر عند القبة. تتكون المئذنة من طابق واحد ارتفاعه 14 متر، ويتخلله شرفات، ويعلوه جوسق اسطواني ارتفاعه 2 متر، جاءت شبيهة لمئذنة قلعة بني حماد التي تتكون هي الأخرى من طابق واحد. كان موجودا بالمدخل الثالث لبيت الصلاة باب تذكاري حول إلى الزاوية الغربية لبيت الصلاة، ويرجع هذه التحفة إلى النصف الأول من القرن الخامس هجري، حيث يعود إلى الفترة الزيرية لما أهده المعز بن باديس الزيري إلى المسجد. ويبقى مسجد عقبة بن نافع معلما إسلاميا شامخا على مر التاريخ، ويحمل بعدا دينيا لمدينة بسكرة.